تميز بخصلتين عند العرب: الكرم متوجا بالأدب. حاتم هذيل رجل الأعمال الشيخ سفر السويهري الهذلي عبر كلمة ترحيبية، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخي سعادة الشيخ تركي بن عجمي بن قطيم المطيري، مشايخ قبيلة المطير الشيخ عواض العضيلة المطيري، رجل أعمال الشيخ مصري الميزاني المطيري، الشيخ يحيى الجبيل والشيخ فرحان الجبيل عيسى الجبيل والشيخ فرحان الجبيل، مشايخ وعيان قبيلة مطير الحاضرين في هذه الاحتفالية الطيبة، كل من حضر من أصحاب الفضيلة والسعادة ورجال الأعمال، رحب بالجميع. في البداية بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وباسم شيخنا وأميرنا الدكتور فهد الهذلي نرحب ترحيب حار وترحيب بكل من حضر وشرف في هذه المناسبة الطيبة على شرف أخي رجل الشيخ تركي بن عجمي بن قطيم المطيري وربعه، فأهلا وسهلا، حللتم أهلا ووطأتم سهلا. والله إنها هذه الليلة نعتبرها ليلة عيد، فحضوركم في هذا المكان وعندنا شرف كبير نشكركم عليه رغم تكبدكم عناء السفر والمسافات، فأهلا وسهلا بالجميع. إن اجتماعنا هذا بحول الله وقوته اجتماع خير واجتماع محبة وتعارف بإذن الله يخدم مصلحة القبيلتين، قبيلة مطير العريقة وقبيلة هذيل، على ما هم عليه منذ آلاف السنين من عهد الآباء والأجداد، علاقة امتدت إلى يومنا هذا، بنوها آبائنا وأجدادنا على الطيب والاحترام المتبادل والحلف القوي في كل ما يخدم مصلحة القبيلتين في الخير بإذن الله سبحانه وتعالى. حقيقة كل كلمات الترحيب وكل كلمات التهلية وكل الكلمات تقف عاجزة وحائرة أمام هذه الهمات التي نفتخر ونعتز بقدومها إلى ديار هذيل في مكة المكرمة. نبارك لكم الزيارة والعمرة، يجعلها الله سبحانه وتعالى عمرة مقبولة وزيارة مقبولة. ونعيد ونكرر الترحيب، ونسأل الله العلي القدير أن يجمعنا دائم وأبداً على الخير والمحبة. وأشكر أميرنا الدكتور فهد حيث كان مرتبط في مناسبة أو في عمل في مدينة الرياض، وعندما ذكرت له بأن هناك الشيخ تركي وربعه حاضرين أجلها، فله حقيقة مني شكر خاص طال عمرك بركان على هذه الوقفة المشرفة، ولا يستغرب منك، فأنت حقيقة مواقفك وجهودك مع أبناء قبيلة هذيل ومع جميع أبناء القبائل لا تعد ولا تحصى، لك مني جزيل الشكر والتقدير والاحترام. نرحب بالجميع مرة ثانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.